وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اشتل عنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالة صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيي قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في مثله. طيب وظفه؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، لو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. مع المعيدة صمدنا لك ايه على الاخر، هلأ صارت قلعة بس ابو عبدو الضعف، انا مطول انت بعدك. يلا يلا على الاخر صار عادين عم نزبط لك ايه. فوت فوت عباس لك وينك، شو فوت فوت، شو هالكركبي ايه لك هون، عم نزبط الاي سي. عم شو الريحة، شو طايفي المجيرين عندها؟ يا ريت سكوت. شوفي شو عم تساوي، عم نزبط ابو عبدو. يا حبيبي شو طولي خي القصة. لا يلا بس بدي بعد شيء. عباس مرحبا. عباس ابو عبدو اللطيف. يا لطيف، اهلين اهلين معلم ابو عبدو. حبيبي ليش شكله هيك طيب؟ شايف ما عرفه؟ لك عن جد انه شيء ومنه طيب استاذ، هيدي زبطنا لك اياها على الاخر، هلا صارت مزبوطة. بس ما عندك هذا النبريج بده يضل يفلت، يعني بدك فكها كلها. عم بتطرطش مي، عم بتطرطش مي معلم ابو عبدو، مش هو اللي عم بتطرطش مي، انت عم حديثك رطب كثير ابو عبدو. بس تحكي معي احكي هيك طرطش هيك. انت شو رجعت علينا بقصه المكيف؟ ما قلنا لك من سنه سوي، ما عم نسوي هلا زي زبطه. بس النبريج تبعه بده هي الرص هيدا، انا قلت له $20 بتكلفه زياده، بس هلا خذ 40 بالضبط. ابو عبدو سؤال معلش. يا حبيبي سالني. يلا انت هيدي شو طلع لك جدره؟ وين؟ بوجهك حبوب؟ حبوب وين في حبوب؟ ما شايف الحبوب؟ هيدا حب شباب، هيدا هيدا حب شباب، هيدا حب شباب. ايه بس انت 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 امتى اخر مره فرشيت سنينك بالحرب العالميه؟ لا انا كل جمعه فرش، كل جمعه فرش كثير، كل جمعه بطاسه بينضف. لا عن جد انا طيب ابو عبد زبط لنا خلص زبطت هلا، هذا مش حاله. بس بدك ترجع اوقات بتنقط شويه ما بتحط لك كايلي من تحتها، ما مش ما بعرف. هلا بدك تعيشني على الكايلي انا وياها؟ بس بك يا عادي، قلت لك انا 100 مره قلت لك هيعملها من زمان وخلاص. على شو كركبت حالك بالكركبه؟ زبطنا اياها خلص شغلتنا، هذه شغلتنا. بعرف شغلتك يا خيي، بس هو بنشف الريق، بنشفه للريق، يخرب بيتك. هيدا ريحة المجرور منه كتير، بس هلاد عم فيحة لهم بالكتير. أبو عبدو أنت هاي. أنت شو أكل؟ شو أكل؟ أنا تروقت الدجاج. لا مش الدجاج هيدا. ليش؟ هيدا أنت بدل ما تنزل تزول القصة عم تطلع معك طلوع. كيف يعني التوم؟ مش توم، اشتغل اشتغل. بنجع عموم يا حامل، ما تكون مصص منها هيدي عادي. لا أعوذ بالله، شو بيك ما دقرة أنا؟ لا بتعرفني مسرسب أنا كتير. ما دقرة؟ أوكي. بس أبو عبدو مص منها. يخرب بيتك. عرفتنا يا زلمة. عنده يا السم يا ديهت. عباس عباس، كيف نشرح لك عنه عباس؟ الصدية اسكوري دي محيل قديمي. لما يوقع قل له هيدا اللقطة اسمها مجموعة كاميكازي. اخرتك بدي جيبها.
ودوش عم بقول لك مين مفكر حالك يا جلبوط جاي معك جماعتك وجاي انا جلبوط هيك قال هلا افرجيك مين هو الجلبوط والله لخليك تطير هلا افرجيك هاي وين جلبوط هاي 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 عم شو هالشباب الخيخه والله راح بعد هاي طيب لك شو بكم تسمرتوا أربعة هاي 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 أس أس لما يوعوا قلن هيدي اللقطة اسمها مجموعة الساموراي يضعوا حصلوا يا هاي 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 جم جم يا لو يا يوم يا ماذا مصر بس يوعى قولوا له هاي اللقطه اسمها مجموعه المرتزقه قطيع اللي تقطعك من بين الماستريه رسمي لك رصاصه اوس اوس مدام رولا عايزتيني شيء نعم انجو تفضلي بليز في شيء؟ ايه في شيء انا ما حبيت اطلبك من النهار لانه حبيت انك تخلصي شغلك حضرتك اي ساعه جيت اليوم 8 وربع جيت 8 ونص لا 8 وربع ما تشارعيني انجو جيتي 8 ونص مدام رولا سوري ما بدي شارك بس انا كثير دقيقه بالقصص انا مشيت من بيتي 8 الا ربع وفتت لهون وكمان دغري ضربت عين على الساعه كانت 8 وربع على القد قد ايه ساعتك هلا 6 الا ربع على القد غلط 6 الا دقيقه لا 6 الا ربع انجو عم قلك 6 الا دقيقه انت عشو معايره ساعتك بيج بان لندن بيج بان لحظه خليكي معي شوي قطعت الكهرباء هلا حطي ساعتك الساعه 6 اوكي ومن هلا ورايح ما بقى تعايري على ساعه بيج بان لندن بتعيريها على ساعة الوزير جبران باسيل لأنه ساعته ما بتخرم أبداً موظفك خلص بقى أنجو زهقت زهقت بقى تسرعينا طول كثير وين صار هذا طول ما بعرف وينه تليفون يلا جينا تا 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 زيحي زيحي لقلك زيحي لقلك يا زلمة هلكتنا 3 ساعات كنت على الفيلم هلكت يا عادل ما لقيته ما لقيته ما لقيته ولا محل وما مازن يعطيني اياه عارني اياه عياره يعني طب يلا غير المحل يعني كسر الارض هيدا فيلم يا عادل مكسر الارض صار لك جمعه طوشنا فيه يلا حطه هو فيلم شو هذا فيلم النمل شو قصتكم ما سمعتوا فيه يا عم انس يعني 600 مليون دولار عادل تكلفته اذا تبع الانس انا حاضره مثل ما عملت لك عم بيقول هذا جديد ما بعرف اذا طلع جديد هذا غير قوم حط لنا اياه يلا هذا شو بدك عادي اخراج قد ما بدك تصوير يا لطيف انتج شوف شو في كومبارس كومبارس ليوم الكومبارس عادي من هول اللي بتحبوا انت هول اللي بيعجبوا ايه شو مين شو مخرج شو اسمه ما بعرف شو نسيت اسمه هذا تبع شو اسمه توني شو سبيلبرغ شو اسمه ستيفن سبيلبرغ ايه مزبوط طب يلا روقوا اعصابكم يلا جاهزين حطوا يا يلا ها يخرب بيتكم يلا 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 يخرب بيتكم شو طارقين كل البوشارات اكلينه طب ما ناطرينك قلنا 3 ساعات يلا شوفوا قلبكم رح يوقف من محله بمحله قلبكم يا لطيف يا لطيف من لمشهد ليك كيف نبلش شو بعد ما بلش يا حو نبلش شو بعد ما بلش انت كمان طور لا يبلش الفين لك بلش شو قصتكم بوس بلاي بوس شو كبست بلاي لك ما هو هذا اوله يا حو شو قصتكم شو برغلي الصوره لما هذا فيلم النمل اللي عم اقول لك عنه ليكل هني كتار ما بيبينوا هاي اللي على الشمال هونيك هلا هول بدهم يهجموا على هول عادي واقف واقف شايفي شيء يعني مش شايفين شيء انه بدي دقوسك الا 3 ساعات ناطرينك كرمال الفيلم هذا هو فيلم النمل هذا هو فيلم النمل اللي حول هيك برغل فيلم النمل ليك 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 كيف حيطوهم ليك يا لطيف طلق طلق فيها طول بالك انت وين ليه؟ حرق ليه؟
ليه شو بلا مخ انت بلا مخ؟ انا بلا مخ ولا انت ما بتقشع؟ معقول طاير ضايع من الباركينج ما تطلع خط بدك تطلع مع وجهك بتطلع ليه ما هيدي طريقي وليه ما هيدي طريقي انا بنقطع مين طريق مين؟ بتطلع من هون انا اذا بدك خي كيف طالع من هون؟ ما انت انتبه انت عم تطلع قدامك طلع على يمينك امن طريقك شو خيي انت اللي امن طريقك ما انك شايفه هيدا مدخل هيدا مخرج مخرج اسم الله عليك عشان عم تكبر راسك لك انت عم تكبر راس ما تكبر حكي قبل الضو بجرب ما تكبر حكي قبل الضو عشان انتبه 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 شو بدك يعني انت شو بدك انت شو بدك انت شو بدك شو بدك تعمل مشكل انت عم تعمل مشكل لك تعرف شو ما رح تعطى معك انت شو هالشو هالمصه ولا انزل لا 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 آه رح دق للخبير اه والله إيه رح دق للخبير خوفتني كثير يعني اسم الله عليك انت ما انا واضحه ما انا واضحه لا لا ما انت كيف كيف اخذته لدفتر السواقه انت كيف اخذته لدفتر السواقه كيف عطوك اياه لدفتر السواقه انت واحد طالع واحد نازل من هون واحد مسطول ومسلم عاطينه دفتر السواقه واحد اهبل بلا مخ ما تكبر راسك بالكلام ولا ما انتبه ها ايدي والضربه بتعرفني ها لك بلا عالم ليه بلا موديل ايه الو مين الو مرحبا اهلا استاذ حلاوي ايه حبيبي مين حضرتك خبير ايه عملت له حادث هون على حد المناره وين في طلعت في زروبه على الباركينج مدري اي حمار ضاير من الباركينج ما عارف ما بيعرف يسوق حمار لما تقول حمار ولا هذا انت الخبير وقاعد عم تحكي معي صار لك ساعه انت خبير حوادث؟ اه نعم خبير حوادث حق عليك 100% ما زالك اه خبير حوادث اه وحمار سويعه كمان؟ ما تقول حمار؟ عبستي اجا بكير حنوضت عبستي لك انا جيت بكير حتى ما انت عصدت طوابق بدون كهرباء بهلك بفطس مش كرمالي جيت بكير لك هلا في شي منه كرمالك بس وين؟ مش وعدتينا بدك تحضرينا بلا 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 وزنا سخت فيه وهي جاهز كمان طب وين الغراض وين مثلا يحطوا له الواحد نتفه فستو نقفط قضامه نتفه بوشار طب ما انت عادة بتعمل هالقصص انا بعمل هالقصص ما بدي اعمل شيء خلص حضرينا الفيلم نحضره بخليها نزبط فيه يلا شو هيدا معقوله لو لا. والله كتير هالقد لو والله كتير هالقد رايحة جاية رايحة جاية جاية رايحة عشر دقايق وبتروح عشر دقايق وبتروح شو هالحكي هذا؟ إلا من الصبح هيك من الصبح العمى خبرية ما كنت بدي خبرك إياها بس هلا قطعت كهربا تذكرت كمان شوفي غسالة شو بهالغسالة؟ احترقت احترقت من الكهرباء؟ لا كثير هالقد كثير هول لازم التعالوا نحلي بقى يعني هيك تجي هيك هيك أنجأ بس تجي ترجع دغري تنقطع العمى شو غسالة انا بدي اروح لعندهم ما بقى فيي عصبت وتوترت بدي اروح لعندهم على الشركه هيك انت ومعصب ايه بدي اروح لعندهم على الشركه طب انا بروح معك وين الفاتيح هي معي معي خلص معي. امشي الحقيني وين غادي جو عم بقلبكن عمي شو بلا ذوق لك لحظه صغيره انت ليه عم تتكمشي فيي ماني شايف قدامي ما انا مش شايف الكل عم طيب شوي 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 في حدا هون مين هون نحن فوتي 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 انجو مين هون نحن هون أهلاً أهلاً فيك أهلاً وسهلاً مرحبا يا أهلاً وسهلاً فيكم يعطيك العافية لمؤسسة كهرباء لبنان إيه أهلاً نورتوا والسبع كان عام أهلاً كيف فيني أخدمكم؟ والله لحظة شو كيف فيك تخدمنا والشمع داير لاف؟ ألو مؤسسة كهرباء لبنان أبو وليد وينك أبو وليد؟ لحظة خليك معي هيدا صاحب موتور الحي بس دي قاعد بنكون تفضل تفضل ابو وليد كيفك ايه تسلم لي نحن اخذين نحن كم امبير اخذين من عندك مؤسسه كهرباء لبنان كم امبير اخذين من عندك اخذين الحال 25 صحيح ليه عم بيوصل 17 ايوه خلينا اها طيب ماشي الحال ماشي الحال نحن ما لنا مقصرين معك انت عم تقصر معنا طيب الله خليك صار لي ساعة ونص بدق لك ما عم بترد طيب في مجال بس عم تريحوا للموتور طيب في مجال تشغل لك شوي لأن بدنا نمشي ونسيسر أمور المواطنين ايه دورنا يا ريت مرقنا دوروا شوي هلا بس حتى نسيسر ونرجع ونشوف شو بنعمل يا هلا أهلا يا اهلين اهلا فيك كيفكم الحمد لله كيف فيني اخدمكم سلامة قلبك نحن بس جايين نطمن عليك ما بدنا شيء لا انا الحمد لله تمام والله ماشي حالك ايه
قربة. طيب يا عمي مقربة. قربي إيه خلصيني لحظة. شو وقفك على المقليات هونيك؟ لك يا عمي أنا قلت بركي بنجيب لنا شي مقلية. بدك تعملي هلا شوبينج صرتي؟ كل عمركم يا بيت الرقروقي تشتروا من الخضرجي اللي ماري وتروحوا على الدكاكين أرجع عنده علبتين طون وتأيدوا على الدفتر عحسيب صحتي ستي بدك تجي على التعاونيات والسوبر ماركت سوبر ماركت وبعدين ما تجرسني قدام العالم مروان مش جايبني هلا تقعد تهتني شو بدك هلا عشو جبتيني لها شوي شو بك إيدي 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 شو بدك من ها شو بدك من ها بدي رولات تواليت رولات تواليت وأنا الجرايد اللي حاططها بالحمام كرمال شو حاططها هيك يا مروان عم تحكيني هلا صرتوا هلا تستعملوا ورقة تواليت امشي من هون امشي بغاري بدها تجيب لي الجلطة هلا بفرجي هيك جيبه نزل لحاله الله يبعدوا عنا زيحي هيك لحظة لحظة عم نبش على شغلي يا حنة شو لحظة رح تفلجيني شو لحظة يا حنة ايدك اخ يا مروان شو عم تجيبي عم جيب دواء للصراصير دواء للصراصير والشحاطة على شو على شو قانينا الشحاطة بتشيل الشحاطة وبتطرق فيها الصرصور طب خلص ما تزعل في حدا تبع البرغش لك اي برغش ايدك عنه كل عمركم عايشين بين الصراصير وبين البرغش هلا صرتي على حسابي بدك تقتي دواء صراصير ما البرغش والقبل والسيبان معبى روسكم الله يوفي هاي بالشم عليك يا مروان جرسني مشي رح يجيني شاني قدام القهله يا مروان اوه لشو اه يا لشو كل ما جينا على فاترينا بتقولي اوه لحظة اوه بتلو قنيعي شو بيصير لي مروان حياتي لك القريده اسم الله كل حبه هلا بس تعطيني حبه لحتى مسيو شو بدك فيها هيدي بتوقع النقطة الله يبعدن عنا هولي شو بدك فيها هلا يا مروان عم تجرسني قدام الزلمة هلا يا بنت بنت الرقروقة ليك يا حياتي ليك السردين والقريديس ما قطش دغري من الطون يا بنت الرقروقة للقريديس يخرب بيتك مرقي في المراحل اللي بقلبها امشي قدامي امشي شو عليك بتضلك مجرسني عارف بدك تاكلي ايه بدي اكل مروان وحيد الله وجبني اجري ولو ليه بتنقي ما قلت لي بدك تغديني ليه انتوا بيت الرقروقي عيلي نقاقة ليه نقاقين طب خورت لو خلص ما رح غديكي روقي شوي انت احلى غدا رح غديكي مرحبا على مدام على مسيو تفضل موجود انا تفضلوا فرجينا شو عندك لنشوف في كل انواع مسيو شو بتحب هات اعمل لك برمي علي هون بتحب تدوق اذا بتريد دق لي هالشقة ميرسي كثير غنم بس كثير طيبة تفضلي رورو اي بنصحك ايه صحتين كيف مدام وصل لك شقفة منها استاذ لا بتحب اوصل لك شيء ثاني بدك شيء ابيض اوصل لها لسانها حتى ما تبطل تحكي اوصل لي اعطيني شقفة من هيدي هيدي مثل بس على غنم هيديك البقر اللي دقته هيدي غنم دق لي هيدي الشقفة حياتها منيح ايه هدي رورو ولا قلنا يا حياتي شو مدام يا حياتي كلي على حسابي كلي دق لي هالنوع استاذ ايه يلا الله يخليك دق لي هالنوع اوه ليك هي طيبة ما هي طيبة يعني اعطيني بعد بتحب ذوق هيدا النوع كذا نوع ايه كذا نوع تفضل صح فيها هيدي بنصح فيها خرب بيتك مثل الحي اللي بسبع روس بتسحب سحب روقي نتفه شو هيدا غير نوع كليا ولا غير نوع نفس هيدا غير نوع تعطيك النكهه اللي بدك طيبين صحتين رورو تتعب من بعقدهم والله مش في عندك روكفور روكفور يوزر روكفور بس هيدا هي اللي بدها اياه روكفور لانه بيت الرقروقي انتو كل عمركم تحطوا الجبنه من السنه للسنه وتعفنوها لتاكلوها صار بدك روكفور الله اعطينا روكفور استاذي عمي ما بدي اكل شو ما بدك شو استاذ ما بقى بدي انفزرت من الجبنه بدي روح اتغدى شو بدك تتغدي ما غديتك الله لا يوفقك سبع انواع جبنه لا لحظه هذا غدا استاذ بكل بدك تشتري وانا بتشتري ما نعرف شو بدي اشتري انت يبيعوك بسوق الاحد كمان شو لي معك انت جينا غديناها للمخلوقه غديناها رحنا نجيب شوكولا للاولاد اللي بياكلوهم عشو بدي جيب بياكلوهم الله لا يوفقك لا انت ولا اولادك يخرب بيتك كل عمركم تقطع على لبني وتاكلوها عم تعطيكي ست انواع فلجتني قتلتني موتتني ما وظفت يلا مرحبا اهلا نعم اهلا شو مرحبا يعطيك العافيه الله يعافيك مين حضرتك مين حضرتك ما عم اسمعي مين حضرتك مين انا ايه انا المياوين شو مياوين جاب الكهرباء يلا دقيقه بس عيط كهرباء دقيقه لعيط لوجب عباس حبيبي لك شو فيه؟ جيب الكهرباء قريب شو بكون عم تصرخوا على الطاوشين الدنيا؟ روحي انت واقفيني لابسيني نص كام؟ مرحبا نعم؟ مرحبا لك طيب منيح ليه عم تصرخ؟ ما عم بسمعك وانا ما عم بسمعك كمان مثل برج بابي اللي قاعدينه شو؟ روق شوي لك يا رولا
رارا شو حبيبي؟ لك طفيلي هالسشوار له ساعتين ثلاثة داير لحاله. طيب ثلاث ساعات السشوار داير عفرت صحبة. شو خيمين شو قلي؟ أنا جايب الكهرباء. شو؟ الكهرباء الكهرباء. لحظة صغيرة يا خي رارا. نعم. لك هاي الغسالة عشو عم تحر هالعار؟ يا عمي عم تنشف. شو عم تنشف؟ حتى عم تنشف إلى 12 ساعة دايرة معقولة الآن؟ كيف؟ شو؟ غسالة 12 ساعة؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تغسلوا البنية انتو؟ لحظة صغيرة. خلص رارو هلا بحكيكي. شو بدك هلا؟ مش شاهين عباس؟ شو؟ شاهين إبراهيم عباس؟ اي لحظة صغيرة رارو! لك نعم! لك شو هالعصارة والتلفزيون؟ لك وقفيني طفيني كل شي بقى حاجة مش عشان تحبيني البنية القصص يا خي. طيب طيب يلا. اوش كيف حكيتني شي؟ ما حكيتك شي بس انطوشت. شو هلا؟ شي؟ بعد في صوت. صوت هذا بيكون هداك من الأوضة التانية. تفضل. شو هذا؟ عم بحث صوتي أنا وأحكي معك. شو ها؟ هاي فاتورتك يا أستاذ عباس إبراهيم شاهين. عن قديها؟ هاي عن هيدا الشهر بس. عن شهر واحد؟ إيه؟ والله قرالي إياها أنا ما عم بعرف شوف. طالعة 6,225,000. أنعم وأكرم. عمين الستة مليون؟ عليك؟ عشو على 6 مليون علي؟ عشو؟ عشو؟ والله ما بعرف عشو. معمل الزوق عم بيشتغل كرمالك مبين. لك يا خي عشو 6 مليون بالشهر؟ أنت لحالك هاي. معمل الزوق بس كرمالك عم بيشتغله. هلا عم فكر نحول لك الزهرانة. شو هيدا؟ ما في آلة ما تركها دايرة عندك بالبيت؟ شو قصتك؟ ساعتك مثل ميسي عم تغزل. ساعتي مثل ميسي عم تغزل؟ ما عم نلحقها. لو خلصني بقى 6 ملايين. شو شغلتكم تشفطوا انتم مصاري من العالم بس شفط؟ نحن عم نشفط. انت اللي نازل شفط بالمعمل. هلا ما في دور الواحد بريز كهربا؟ بريز كهربا؟ شو تكون يعني؟ ما بقدر تحبل حبز. نحن مش جايين لهون نغني كراوكي. بس مش هيدا الشيء. شو هيدا الشيء؟ باردون مش هيدا الشيء. شو مش عاجبتك الغنية يعني؟ لا وهيك ما حلوة. شو هالمستوى بالاغاني؟ ولا مستوى كثير هابط هيدا. والله لانه معقول عم تسمعين هيدا الشيء؟ نحن جايين نفرفش ونرقص ونلعب ونتسلى وكل هالشيء. ايه اوكي بعتذر منكم. انتوا جايين تغنوا هلا بس لحالكم يعني؟ خلينا انا بدك بكير لو ما نقصنا بكي بليز. اوكي هلا بغير الغنيه. ليه انت بدك تغني؟ انا رح اغني لانه انا بغنى. مزبوط. ونسيت بيا سجانه بقوه وقال لها غنى من انا وصغير بغنى. خلي بجدي وقال لها بغنى وجدي بليز. بلا تتسي وبلا صوتة هيك صارت. انا شو من غير شيء انك تلبسي حلو يا عقرب. كمان صوتك احلى. مش مزبوط. طب انت ما بدك تغني كمان؟ كثير عم تطق منك. رح غير رح بجي. طب خلص سوري. بلا بدو انت ما بدك تغني. انا بدي يا شوفي ساري بكنت بركز. شو صار لك؟ نسيت جيب معي الميكروفون الفيبراتور تبعي. الله صباح. هلا كمان لهون بدك تجيب ميكروفون فيبراتور. طب خلص غني بهيدا. لك شو حلو. والله هو جيت مستعمل وياك. لك ايه شو فيها؟ بس هيدا كتير صغير. ما علي هلا مشي حالك فيه. طيب يلا بدك تسلى ولو شو بكون؟ اوكي يلا اوكي. شو عبينا نسمع؟ هلا بقول له لأدي بليز. يلا لحظة لشيله يا حوة. واو أدي واو بطنها عم يمغصنا. حط لها غنيتها المفضلة. وزدي العب 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 العب
بيلعب بيلعب لعين حريف قوي لعب يا غسي لعب يلعب يلعب عشان حبك قوي بس وقلدي وقف بليز لحظة هاتوا الميكروفون ما بقى فيا انا مصدوب ولا مصدوب انا مصدوب اجيني شخص ولا شو هذا شو الشيء عم تسوف شوفي هلا شوفي هذا شو الشيء شو خصك انت وياه شو عم تعمل هون يا وقح يا عمي جيت لهون اسهر شو بدك فيا انت اه شو لك معي انت وياه بدك جيت لهون تسهر خلص بقى هلا عم تسهر يا خاين شو خصك انت وياه اذا عم بسهر ولا مش عم انا ما لقيت الا هالمحل تجي تسهر فيه عينك بنت عينك قدامه لتقهرهم يعني شو ما عرفنا انه هن هون في التابسو بابا قادر لك يا شباب فهموا هالشغل شباب بعينك شباب بعينك اوكي بترك عبوزك بتطلعوا من حياتي بقى يا عمي اه والله بتاكلنا لحمه وبترمينا عظمه وبتقلنا وكل الشيء طلعوا من حياتي وكل الشيء لك هي مرحله مرقنا فيها وخلص بقى كل واحد بطريقه فردان مرحله وان نايت ستاند يانا يا حي شو بدك هلا شو في هلا شو بدك من امبارح كنت عم بتكشكز لي ضميري وتقول لي انا بحبك بحبك هلا دغري طلعت منا خيي خلص هلا شو بدي اسالك شيء مين هيدا العقرب اللي معك ما بخصك بشع ما حلو يا عم شو بدك بالشغل شو بدك فيه عصرني انت كثير عندك اسود ما تمد ايدك ها روح هدول لو عندك شعر شو كنت عبالي حل شك رح ادفلك سويربك بعد خلص عصبتنا يا قاسي يا خاين مالك ثقه معي خلص بس انا وين بكره مين انا بكره هلا تعب الشعب يا عم شو عليك يا يا خي يا خاين يا ادم طلع الغدي بدي غدي لك غدي لك خليها سربريز حياته حطها حطها خليك مع العقربة تبعيتك اوكي لا ده الي هذا لا رايح لحظه ما بتتركوني رايح بس صخره الروس واجي على صخره مروس واو ولا كمان ولا كمان مروان تاكس مع السلامه خبير حوادث وحمار سويعه كمان ما تقول حمار مين حضرتك؟ أنا بس أبو عبدو مص منا يخرب بيتك عرفتنا يا زلمة معقول أنا أقرأ ليها حلوة ادي حط لها النيطة المفضلة حط ولا حط لانه مروان لحاله العادة شيله من هون حط الله حط الله قول بطنها يلا بس من عندك اوكي ادي بدي يقول له بطني عم يغصني ايه ايه حط الله غنيتي المفضل انا عم يطلع كمان عيكو معه
يلا يلا لحظة أنا أخذ بوزيسي. أوكي روك. وصفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالة صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف، صاحبته توصت فيي قعدت حد وشرحت له.